مساء الخير على حضراتكم. أجواء من العام الماضي نفس الأجواء اللي احنا موجودين فيها الآن. كان الاستعداد لتقديم فكرة جميلة تجمع أربع شعوب لأربع دول، حطوا إيديهم في إيدين بعض وقلنا بسم الله، وبدأنا في الشهر الفضيل شهر رمضان. كان تسجيل أول حلقة من بيت للكل، وبتلف السنة كلها وإحنا في خدمة حضراتكم في كل دولنا العربية. سنة من عمر بيت للكل، كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيبة يا رب. رمضان كريم إن شاء الله على الجميع. أنا فاكرة، ويمكن ياسمين بقى تكلمنا عن الذكريات، فعلا كنا موجودين هنا كلنا. كانت ذكريات جميلة كتير. أول يوم تسجيل لنا كان أول يوم نتعرف فيه على بعض، كنا صايمين بس الحالة الحلوة، الإحساس إنه جينا إحنا عم نجتمع لمشروع وطني قومي في استنهاض لمشاعرنا الجميلة العربية، وفجأة صرنا عائلة واحدة. وبعتقد إنه هذا الحكي يعني بكل طبعاً الدول وعلى مستوى الدول، وهو دي احلى حاجه حصلت في السنه. احنا بس بقينا عيله واحده، مش بس احنا كمذيعين، شعوبنا كلها طبعاً اتاكدنا انه عاداتنا واحده، تقاليدنا، محبتنا. يدي عم بيصير شغلات. اولا انا سعيد جدا باول حلقة لقاء لنا، يمكن رجعت السنه وهي رمضان يعني على الابواب، رمضان المبارك. وانا سعيد جدا يعني لقائي معك شافكي. انا كمان اسعد، واول مره نلتقي. كرسي الاردن ده عزيز علي اكيد، يعني بوجودك او شهدكاتي حازم كلكم. نعم. كل سنه اكيد متسجد. زملاء، وكلنا بنمثل دوله طبعاً واحده، وبنمثل الاردن، وان شاء الله انه هاي الرساله اللي احنا حاملينها بتكون رساله عند حسن ظن الناس، ونكون دائما عم نقدم الافضل لهم. وانا مش كثير بقدر اتذكر معاكم كونه اول حلقات الي، بس انا شاعر بثقل. بس هو الفكره انه لما بيجي يعني حتى احمد، حتى الشباب من الاردن بيدخل في العيله بتاعتنا، بيدخل في العيله، لانه طبعاً الفكره في حميميه وفي احساس انه اليوم احنا عم بنمثل كل دوله. انا بحس اني بمثل مصر والاردن والعراق وفلسطين طبعا. يعني هذا الاحساس هذا اللي بتقوليه يمكن ياسمين حقيقه، يمكن بعض الناس ما تعرف مثلا شنو موجود بمصر او بالاردن او بفلسطين عند ياسمين، لكن من خلال هذه العائله اللي بيها حميميه ومحبه وصدق وكل الاشياء الحلوه، انا قمت ادافع عن القاهره لان اكون ممثل عن القاهره وعن الاردن وعن فلسطين، لان عرفت كثير من التفصيلات المهمه لهذه الشعوب الطيبه الممتزجه بالأرض وبالتاريخ، وكنا حقيقة نتشابه بكثير من الأمور. وحتى من زرتي العراق قلتي لي أن بشوف مصر بكل مكان، أشوف أيوة أكو أشياء أيوة تشبه. أصلاً في أحياء في العراق، حي القاهرة أو شارع القاهرة طبعاً، وفي شارع فلسطين فيعني هي بلداننا كلها حلوة. وأنا بمصر تحديداً ما شعرت حالي غريب أبداً، وعم بستكشف مصر، وبكل لحظه بكون أكيد بدي اطلع اشوف فيها، وكل مره عم بشوف شيء جديد. احنا حناخذك على فكره، ولا حدا الموضوع عندكم. لا انا اجرب الاكلات دائما الكشري، اليوم كشري تمام وياك. ما هي ممتاز، ما هي شافي حكتها بشوي، اكل شوي كشري قبل الهواء. بس على فكره في نقطه كثير مهمه وابراهيم حكى عنها واحنا كلنا شعرنا فيها. احنا اول زياره لنا على مصر ولا حدا فينا حس انه غريب. صح طبعاً. هي بلد يعني جميل بأهله، وبضم وبحتضن أي شخص. بإذن الله كلنا والدول الإسلامية بنحتفي بشهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. ولكن مائدة رمضان والميزانيات والصرف والعلاقة بين التاجر والمستهلك علاقة شائكة جدا. أسعار بتعلى، التاجر بيزيد، المستهلك بيعاني، البيوت عايزة يعني تحتفي بشهر رمضان بميزانيات معقولة جدا. وده لهذا السبب قررنا ان احنا نختم معاكم واحنا مطمنين على ميزانيات كل شعوبنا العربية. بالضبط يا شافكي، كل الاشياء المشتركة اللي حكوا بيها زملائي من ياسمين ابراهيم شافكي، القضايا المشتركة، احنا كشعوب متشابهين تماما، خاصة في شهر رمضان المبارك اللي دائما نتمنى بان يكون الامن والسلام حاضر لكل بلداننا العربية، وان تنعم بالعيش الرغيد. هذه الدعوات اللي دائما كل امهاتنا وابائنا يدعون بيها حتى تستقر البلدان. لكن اليوم بما أنه قضيتنا قضية أهم اقتصادية بين المستهلك والتاجر والمستورد، نتمنى بأن من تجارنا وأصحاب الأموال في كل بلداننا العربية بأن يراعون الفقير اللي موجود بهذا البلد. حقيقة هو ما إلى معين غيركم، ودائما اللحمة الحقيقية، اللحمة الوطنية بين بلداننا العربية وأيضا في بلداننا نفسها، ما تجد المساعدات إلا من إنسان. يا ريت الإنسان يقدر ينطي أكثر مما يأخذ. حقيقة مراعاة الناس بهذه الأشياء راح تحس وتدخل الفرحة لكثير من العوائل اللي يمكن محتاجة لأبسط أمور ومساعدات، خاصة في شهر رمضان بارتفاع الأسعار
والنمو الاقتصادي الحاصل والأزمات العالمية اللي أثرت حقيقة على بلدان الشرق الأوسط، وخاصة إحنا كبلدان عربية نتضرر دائما بحصول أشياء بعيدة عنا لكن هي مؤثرة بسبب إحنا دائما مستهلكين ونستورد كثير من المواد الغذائية. نعم صحيح أحمد، ويعني التاجر والمستهلك بالرغم من اختلافهم هما يؤديان نفس الوظيفة الاقتصادية في الترويج والاستهلاك، وبالتالي تمثل التجارة الجذور الأساسية لأي بنية اقتصادية لأي دولة أيضا. بالتالي إحنا بنتحدث اليوم عن التاجر والمستهلك ورمضان على الأبواب، ودائما ما يكون هناك اختلاف لطلب القدرة الشرائية والطلب لبعض السلع الاقتصادية وبمواسم معينة أيضا. اليوم رح نخص رمضان بحلقتنا ورح نتحدث كيف يؤثر ارتفاع هذا المنتج الخام الذي يباع من قبل التاجر إلى تاجر الجملة ومن تاجر الجملة إلى التاجر الذي يتعامل مع المستهلك، بالتالي يصل هناك مع هوامش الربح إلى سعر معين، وهنا الوعي عند المستهلك في كيفية اختيار وكيفية إدارة أمواله بنفس اللحظة. إبراهيم خليني أخذ من آخر كلمة أنت حكيتها، هي فكرة الوعي، فكرة إحساسنا أنه بدون مغالاة مش لازم نوصل لأكبر حد سواء كنت تاجر أو مستهلك. كمستهلك لازم يكون عندك وعي كافي وواضح بأنك أنت ما تستغل، وإذا تم استغلالك تلجأ للجهات المعنية واللي وظيفتها أنها تحميك، وكمان الدولة وضعت قوانين معينة تحفظ حقك كتاجر وكمستهلك ما تنساها، ودائما تكون على قدر من المسؤولية تجاه نفسك وتجاه عائلتك، وما نوصل لمرحلة زي ما كنا نحكي كمان رمضان اللي فات من المغالاة إنه إحنا يعني نخلص كل ماهيتنا زي ما بتحكي شاف في أول الشهر، وبعدين نقعد نقول وين رحنا في الأكل. أيوة بالظبط. كل الكلام اللي فعلا اللي اتقال ده علشان الخلاف وحل المشكلة ما بين حق المستهلك وحق التاجر وحقنا احنا كمان كشعوب ان احنا نحتفي ولكن بميزانية معقولة. ده اللي فكرنا فيه ان يكون معانا الرأي العلمي والعملي في نفس الوقت مع الدكتورة رانيا الجندي خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، وذلك بعد الفاصل. رجعنا مشاهدينا لإكمال حلقتنا من برنامجكم بيت للكل. حقيقة وإحنا مقبلين على الشهر الفضيل كثير من التفصيلات المهمة اللي تهم المواطن العربي والعالمي حقيقة هي الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار. بالنسبة إحنا كبلدان عربية نشاهد ارتفاع الأسعار بشكل غير محدود، يعني حتى ماكو نسبة وتناسب بين مدخولات البلدان. بالنسبة للبلدان المصدرة للبترول ارتفاع نسب تصديرها للبترول، لكن في المقابل نشاهد ارتفاع الأسعار والمواطن العربي يصعب عليه اشتراء بعض المواد الغذائية اللي موجودة ويحتاجها في سفرة رمضان. انضمت لنا في بيت الكل الدكتورة رانيا الجندي خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، وأيضا عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء. حقيقة راح تتحدث بأدق التفاصيل لإيجاد بعض الحلول للمواطن العربي. حياك الله دكتورة ومساء الخير ونورتنا. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة، أزمة اقتصادية عالمية تمر في كل بلدان العالم، لكن اليوم المواطن لا يعرف ما هي الحلول المناسبة للتخلص من غلاء الأسعار. الحلول بسيطة جدا، تشييد الاستهلاك، دي أهم الحلول، إن أنا أقدر إن أنا أشوف احتياجاتي إيه وألبي احتياجاتي، بس ما ألبيش أزيد منها، لأني أنا لما في حالة إني بلبي أزيد من احتياجاتي وما برشتش إنفاقي أنا بعمل الأزمة دي، أنا بساعد في الأزمة، أنا بطلب زيادة الطلبات على المنتجات في وقت معين بتؤدي إلى ارتفاع الأسعار لأن المنتجات اللي موجودة أقل من الطلبات اللي عليها، يبقى هنا المعروض أقل بكتير من المطلوب، بالتالي بترتفع الأسعار. وهنا طبعا في آليات كتيرة بتكمن إن إحنا إزاي إن إحنا لو مش قادرين إن إحنا نرشد استهلاكنا كمواطنين، الدولة بقى تقدر إن هي تزود المعروض علشان خاطر تقلل، يبقى في توازن أو في بالانس ما بين المطلوب والمعروض، وبالتالي يتزن الأسعار وترجع لأسعارها الحقيقية. نعم، هل هناك عقوبات رادعة تجاه أي تاجر يقوم بمغالاة أسعاره أو احتكاره أو حتى يعني زيادة الأسعار فوق الحد المسموح به؟ أكيد يا فندم، في قوانين مشرعة وفي جهات معنية هي اللي بتقوم للتاجر المستغل. وبعد هنا لما نيجي أقول تاجر مستغل، أول حاجة في الاستغلال هي الاحتكار، ودي أبشع جريمة ممكن يقوم بيها التاجر في حق المواطن أو في حق المستهلك، وبالتالي بتقوم الدولة بإجراءات معينة عن طريق جهات معينة. يعني خليني مثلا أقول لحضرتك أرقام، يعني إحنا في عندنا ضبط 1273 قضية تموينية متنوعة بقى، منها من احتكار تاخدها من الأول، تخزين السلع علشان أنا أبيعها بسعر تاني أفضل،
لغايه اني ببيع سعر باقل، يعني ببيع سلعه باعلى من سعرها، لغايه ان ما لهاش اوراق ولا في مكتوب عليها المنشا ولا ليها اوراق استيراد او غيره. نعم. فاحنا بنتكلم كل دوت دي، يعني بنتكلم في الفتره الاخيره دي 1273 قضيه. طيب دي مين اللي بيقوم بده؟ مفتشين التموين بيقوموا، مباحث التموين بتقوم، عندنا في جهات مختصه زي حمايه المستهلك، وممكن ان انا كمستهلك اتصل بالرقم او لو مكسل، يعني انا بكلم الناس بقول لهم اتصلوا، بيقولوا لي لا هو انا هدفع مكالمه على الهوت لاين، رغم ان هم خمس ارقام بتصل بيهم، ابعت واتساب. يعني في الدول العربيه كلها عاملين الخدمه دي، ان احنا نقدر نبعت ايميل او واتساب ونقول فيه انه، يعني خلي بالك اصل الشكوى مش، يعني ممكن تكون شكوى كيديه، يعني احنا اعتدنا ان احنا لما تتوفر عندنا خدمه ما بنستغلهاش الاستغلال الامثل، فهنا الدوله والجهات المختصه هتحقق الشكوى دي كيديه ولا لا. نعم. تمام. هلا لما المستهلك طول الوقت هو عارف شو حقوقه، يعني عارف انه في احتكار، في نقاط معينه لازم يوقف عندها ويشكي، بس بالمقابل كمان اكيد التاجر له حقوق، عارفين عن هاي الحقوق، وكمان ممكن تكون بالقانون زي ما انت قلتي، لانه اغلب الشكاوي او ممكن يكون في شكاوي كيديه. تمام يا فندم. سؤال حضرتك مهم جدا، لاني انا قبل ما اجي لحضرتك قلت اسال المستهلك واسال التجار اللي هم اصدقائنا، لان الدنيا دي كلها عباره عن ايه؟ عن مستهلك، حتى التاجر نفسه هو مستهلك. فلما جيت اسال مثلا حد من التجار انت بتزود اسعار السلع ليه؟ فاول يوم حصلت فيه ازمه عالميه، قال لي ما انا يعني بجيب منتج بدل المنتج اللي انا ببيعه، ونفترض ان انا عندي 100 قطعه، ال 100 قطعه دي لو بعتها بالسعر القديم انا عشان اجيب بدلهم 100 قطعه هجيب 80 بدل ال 100، فهنا انا ما عنديش هامش ربح تماما، بالعكس راس مالي تقلص في عمليه البيع بالسعر القديم، لاني انا بوفر سلع بدل السلعه دي، ده غير ان انا كمان مستهلك وبستهلك من السلعة التانية اللي أنا ما ببعهاش، فبالتالي هي مشكلة برضو. وإحنا عندنا سوق حر، وبنتكلم إن السوق الحر ده المفروض إنه كل تاجر يحدد الأسعار، ولكن بهامش ربح معين فيما يخص الأمن الغذائي، فيما يخص إني أنا محتاج إنه أأكل الفقراء الموجودين. بس هامش الربح قديش بالضبط؟ غير محدد، يعني خليني أقولك زي البنوك المركزية بتحدد سعر فايدة، بتحدد بتقول سعر فايدة للإيداع والإقراض، هل هي ملزمة لكل البنوك التجارية الموجودة في البلد إن هي تحدد السعر؟ بتديهم هامش ربح المفروض إن هم يحددوا، فما ينفعش إن أنا أحدد إلا ما بقاش في سوق حر قائم على العرض والطلب. مين اللي بيحدد السعر؟ من أول سعر العملة نفسها في الأوطان كلها لغاية سعر السلعة هو العرض والطلب، ولكن ما يبقاش بأسعار مغالة فيها. وبعدين كمان بنقول لما أفتح المنافسة على المستوى الجمهورية كلها، على مستوى المملكة كلها، بالتالي أنا بزود، لما بزود المعروض فأنا خلاص كده أنا قتلت إنه الطلب يبقى أعلى من العرض، فأنا هنا زبطت السعر، وده مهم جدا. حتى العملة، يعني لو نلاحظ ان العمله دلوقتي ليها تسعيره يوميه، التسعيره اليوميه دي ايه؟ طلب وعرض، في فلوس داخله البلد، في فلوس خارجه من البلد، وبالتالي بتسعر العمله بتاعتي زي ما بتسعر السلع. خلينا برضو نتكلم، يعني المهم احنا واحنا بنتكلم على الناس، وزي ما قلنا الناس مع دخول شهر رمضان وارتفاع الاسعار في دولنا العربيه كلها نتيجه زي ما احنا شايفين اللي بيحصل في العالم، فاعتقد ان كل حد هيبقى مهتم. حضرتك قلتي ترشيد الاستهلاك، تاني حاجة أن يكون في وعي بقى من المواطن. هي يعني إحنا لما كنا بنتكلم في أي حاجة بنقولك ثقافة، يعني ثقافة الاستهلاك، إحنا شعب مستهلك، في حاجة اسمها حراك اجتماعي، مستهلكين بنسبة كبيرة جدا أولا في الغذاء، يعني ودي نسبته بتمثل من 40-50% في الوطن العربي كله، بيودي دخله فين؟ بيودي دخله في الأكل، وبعديها بقى بيجي الإيجار، وبعديها بتيجي المستلزمات الأخرى، المواصلات والنقل والتعليم، كل دي ثانويات، لكن رقم واحد هو الأكل. ما ينفعش أرشد في أكلي، لكن ينفع أرشد في أي حاجة تانية، في تعليم الولاد والكلام ده كله. فإحنا عايزين ننقل الثقافة دي، الحراك الاجتماعي ده مهم جدا. تمام. يعني احنا بس هي ممكن يبقى فيها ميزانيات، يعني انا اعتقد في دولنا العربيه اللي هي فكره احنا كلنا عندنا العزايم والبزخ والموائد، وجارتي عزمتني انا لازم ارد العزومه باكبر واجيب حاجات اكتر. تمام. فعلى كل ميزانيه بيت بيحمل على نفسه حاجه، وفي ناس ما تعرفش ان عندها حقوق، يعني مثلا ما يروح مكان ويلاقيه مغلي على السعر زياده عن اللزوم، هو عنده حق ويقدر يرجع ليه
يعني كمان الدولة هتهتم قوي لأنه هي عاملة خدمات إن الناس ترجع لها. يعني ثقافة العزومات دي حلوة جدا. أنا يعني أنا معاها لأن فيها بركة، بس بتتم مثلا مرة واحدة للأسرة للعيلة للأقرباء للأصدقاء، مرتين في الشهر وكله حسب دخله. هنا بنقول برضو بنرجع بنقول إنه في حركة اجتماعية، دي عزمتني سفرة شكلها إيه فيها إيه، ودي برضو ثقافة الاستهلاك إن أنا أبتدي أرشد، المهم أحط أكل شكله كويس جدا وأعزم الناس وأخد ثواب، لكن مش إني أرمي السفرة دي كلها، وإزاي إن أنا أقدر أدي من المتبقي دوت اللي محتاج علشان أقدر أفتح بيت تاني جنب العزومة اللي أنا عملتها وأستفيد من العزومة دي في أكتر من حاجة. فدي ثقافة ترشيد الاستهلاك مهمة جدا. تاني نقطة أهم جدا من ترشيد الاستهلاك إني أنا أبتدي أشوف إيه أولوياتي. هل أولوياتي هو أكل بس؟ طب ما أنا لو قللت من أكلي أنا هقدر إن أنا أترفه، فبالتالي إن أنا لو حطيت بند الترفيه دوت وزودت منه شوية وقللت من أكلي وشربي، أعتقد إن أنا هكون متزن نفسيا. أعتقد إن أنا مش هاكل وهدخن في رمضان وشهر رمضان بقى أكل وعبادة فقط، لا هو عمل كمان، ولما يتبقى فيه مبلغ هقدر ان انا اخد ولادي في الاماكن كتيره، خصوصا في السياحه، وفي يعني احنا عايزين نزود السياحه الداخليه والاماكن والمطاعم كلها موجوده، ونسبه الارتفاع اللي فيها مش بنفس نسبه الارتفاع في الاسعار اللي بتخدم رمضان. فهنا ان انا يعني بنتكلم بقى حراك اجتماعي، اخرج رفه عن نفسك ما تاكلش وبس. دكتوره هذا اللي تحدثين بيه، يمكن اكو صوره مغايره يجوز بالعراق باقي البلدان، لكن كل بلد بالطبقات الاجتماعية مختلفة بالدخل، أكو أصحاب الدخل العالي، أصحاب الدخل المعدوم، أصحاب الدخل المحدود اللي تكون هم العوائل الميسورة وسط حالها بالمعيشة. اليوم نتحدث عن ارتفاع الأسعار، أكو عوائل ما تقدر تشتري أصلاً بعض البضاعة اللي موجودة من المواد الغذائية، هذه أكو شراها عند البعض في اشتراء كميات كبيرة ما محتاجها، لكن أكو البعض صعب عليه يشتري لقمة العيش. شلون ممكن الحكومة أو الدول اليوم بأن تدعم المنتج الوطني حتى يستطيع أصحاب الدخل المحدود بشراء هذه الأشياء والمواد الخاصة، خاصة الغذاء ما ممكن تمنع عن الإنسان، وإحنا مقبلين على شهر رمضان الفضيل، المفروض البيت تكون كل الأسعار مناسبة للناس ويعني نسهل أمور الناس في هذا الوقت. طيب، هي تسعير السلع مش بإيدين، هو عرض وطلب، وبالتالي في ارتفاع عالمي، وبالتالي ارتفع في الدول العربية كلها. ولما كنا بنتناقش فتقريبا نفس أسعار المواد الغذائية موجودة، وتقريبا نفس الدول اللي معانا هنا عندهم نفس وزارة التموين والتجارة والصناعة، وبالتالي كلنا بنعمل على ان احنا نزود الانتاج، نزود حاجة اسمها بدائل الواردات، علشان خاطر انا دلوقتي بستورد، بالتالي بستورد التضخم، بستورد زيادة الأسعار الموجودة في السوق، بدل بستورد زيادة الأسعار يبقى أنا محتاج أنتج علشان أقدر أبدل الواردات دي اللي بتجيلي زي القمح وخلافه، زي العلف للدواجن، بالتالي بيعلي سعر الدواجن، بالتالي بيعلي سعر كرتونة البيض. فهنا أنا محتاج إن أنا يبقى عندي بدائل واردات. أول ما يبقى عندي بدائل الواردات دي أنا الأسعار عندي هتتزن. ده غير ان بقول في وزاره تموين، ومش كل الدول فيها وزارات تموين طبعاً. يعني بقول ان انا بهتم، يعني بقول ان انا بقدم دعم. تقريبا نسبه الدعم المقدم مثلا في مصر تقريبا 73%، بيشمل يعني سلع كتيره، واعتقد في العراق وفي الاردن ويعني وفي كل الدول. نعم اكيد. يعني دكتوره تحدث احمد عن القدره الشرائيه نوعا ما تختلف، وشافكي أيضا تحدثت عن هذا الموضوع بأنه من منطقة لمنطقة أحيانا يكون اختلاف بالأسعار، القدرة الشرائية للفرد تختلف من شخص لآخر، ولكن هناك سلع أساسية لا يجب أن يكون فيها اختلاف كبير، هي سلع بحاجة إليها جميع الناس، ولكن أحيانا أيضا يكون هناك صعوبة لدى الدول في ضبط الأسعار نتيجة التضخم العالمي، نتيجة أمور خارجية أحيانا. ما هي المنتجات التي يصعب ضبط الأسعار فيها أحياناً؟ أعتقد أنها السلع الاستفزازية وليست السلع الأساسية، لأن السلع الأساسية في دول فيها وزارات تموين، الأربع دول اللي احنا موجودين فيها أو فلسطين والعراق والأردن مصر بنتكلم فيها ضبط أسعار. هنا في أمن غذائي، وبالتالي الأمن الغذائي مع أي أزمة موجودة في العالم، جائحة كورونا وخلافه وتوابعه، بالتالي احنا بنتكلم انه لازم يكون في آلية ضبط اسعار. امن غذائي، امن غذائي يعني اوفر زيت وقمح وسكر، كل الحاجات الاساسيه اللي بيحتاجها، دقيق، مكرونه، رز، الحاجات دي كلها مهمه جدا. وهنا مثلا بنتكلم ان مصر منع التصدير بعض السلع
قالت كمان الاستيراد لما اجي استورد سلعه من بره ما احطش الكفر كله، ما احطش الغطاء المالي كله في استيراد السلعه دي عشان اقدر اوفر ده، واستثنت منتجات الاساسيه. فاحنا بنتكلم انه الرفاهيات فقط اللي من حق التاجر ان هو يزود في سعرها، اللي بتسمى لدى بعض الافراد سلع استفزازيه او في الاقتصاد. مثل نعطي امثله مثلا عليها اذا في امثله على منتجات ليست بحاجه الجميع، بتختلف او ليس الجميع بحاجه اليها. يعني ممكن تكون السلع رفاهيه بالنسبه لي غير بالنسبه لحضرتك، غير بالنسبه للاستاذه شفتي، غير بالنسبه لكل واحد. فكل واحد حسب وظيفته وحسب المكان اللي هو عايش فيه. يعني صعب جدا ان احنا نعرفه، يعني نقول ان هو مثلا الذهب يعني لا هو يعني مخزن للقيمه. طيب يعني تختلف، تختلف لا يوجد معيار واحد. ان هو يعني اغلى حاجه موجوده، ولكن في الاخر انا بقدر استثمر في الذهب. الذهب اللي هو سعره اغلى حاجه هو ما بقاش سلعه استفزازيه، ده احتياطي دول، ده كان التبادل ما بين الدول في التجاره لما كانت في تجاره. فبنتكلم انه لا ما اقدرش اقول كده. احيانا يكون هناك قيود على الدول نفسها، يعني بمواضيع معينه او بجوانب معينه الدوله نفسها بتكون عليها قيود تجاه منتج معين، تجاه سياسات معينة، أو ممكن إنه هي بتستورده من الخارج. وهاي القيود بغض النظر كنا على يعني مستوى دول أو جماعات أو أفراد، هي فكرة دائرة. أنت بتكون مستهلك وبتكون تاجر، وكل ما رفعت قيمة السلعة اللي أنت عم بتاجر فيها، في تاجر آخر رح يرفع من قيمة السلعة تاعته، وهلما جرى ودائرة وبتلف علينا كلياتنا. مكملين بهالشهر الفضيل نتحدث عن فكرة السلع وارتفاع أسعارها، خليكم معنا. مشاهدينا مكملين معكم بعد الفاصل في هاي الحلقة اللي رح نستقبل فيها بعد ساعات قليلة أكيد شهر رمضان المبارك، ونتحدث إحنا وياك عن فكرة ارتفاع الأسعار دكتورة في شهر رمضان. ممكن في كتير مواسم بيكون فيها ارتفاع للأسعار، وفي أحياناً ارتفاع أسعار بيرتبط ببعض المنتجات يعني وفي موسمها الخاص. قديش بتشوفي هذا الموضوع على كل السنة، ولا برضه له مواسم معينة، وامتى أكثر موسم بيكون فيه ارتفاع؟ المواسم عندنا هي رمضان، هي العيد، والموسم ده سواء في رمضان أو في العيد. احنا بنتكلم العيد كحك، يعني احنا بنخرج من رمضان جعانين فبنعمل كحك في رمضان. ايوه معمول. وفي رمضان بناكل وبنشرب، فبالتالي احنا بنتكلم ان احنا ايه، بندور على الامن الغذائي تاني، بندور على الاكل بنسبه كبيره اللي بنقول بتتخطى ال 50%. متوسط الدخول في الدول العربيه اغلبها بنتكلم في حدود من 5 ل 6000 جنيه، بنتكلم للاسره اللي هي يعني اول الطبقه المتوسطه، وبالتالي بنتكلم ان الدخول قليله جدا. الحد الادنى مثلا الاجور بنتكلم في بالجنيه المصري 2700 جنيه، ده للفرد الواحد. للأسرة بنتكلم في المتوسط في حدود 6000 جنيه. فهيوفر احتياجاته ازاي في ظل غلاء الأسعار وفي ظل عدم ترشيد الانفاق؟ ودي كارثة عظمى. اني انا شايف انه في مشكلة وعمالة بتتفاقم، وانا ما بغيرش سلوكي تماما وسلوكي استهلاكي بالدرجة الاولى. بخرج من موسم بدخل على موسم، يعني دخلنا هو رمضان بنتكلم نفس الغذاء عندنا مشكلة، السلع الاساسية بتسبب لنا مشكلة كبيرة جدا. نتكلم برضو في الاربع دول، في منافذ وفي سلع الأساسية مدعومة بالكامل لطبقة اللي هي محتاجة ده، المحتاجة الدعم. عندنا مثلا في مصر في عندنا مبادرات أهلا رمضان، في عندنا شوادر تحيا مصر، في عندنا وطنية، كلنا واحد، كلنا واحد. فبنتكلم ان دول موجودين يا اما بشكل ثابت يا اما بشكل متحرك على مستوى المحافظات. حتى في فلسطين واكيد في الدول العربية كمان في كتير مبادرات خاصة في اوقات رمضان. انه احنا لما بزيد فكرة الاستهلاك بشكل مخيف، يعني وكأنه احنا في رمضان رح ناكل زيادة عن كل ما هي العادات والتقاليد واحدة، فبتصير في على القليلة انه يعني الاكل الزيادة. لانه اظن في احصائية خرجت في سنة من سنين انه نسبة الاكل اللي بيروح على النفايات اكثر، يعني ممكن يعني يطعم عائلات كثير. صحيح، في وفي بالظبط. طيب خلينا نرجع نتكلم مهمة. كمان زي ما ياسمين قالت، فعلا احنا كمان كدول عربية عاداتنا وتقاليدنا متشابهة. احنا داخلين رمضان باذن الله، والاسبوع الاول من رمضان هو كمان هو الاسبوع اللي بيبقى فيه كتير عزايم وفي موائد الرحمن وفي كل حاجه. ازاي اقدر نساعد ندي كده يعني
يعني زي حاجة استرشادية لشعوبنا في الأسبوع الأول، أمشي بأني ميزانية؟ هل يمشي أسبوع بأسبوع؟ هل يمشي 3 أيام ب3 أيام؟ هل يعمل ميزانية شهر؟ يمشي إزاي؟ تمام. هو احنا بنقول الدول عملت ايه؟ الدول عملت مخزون استراتيجي. يعني ايه مخزون استراتيجي؟ يعني حطت السلع عندها، في سلع عندنا هتكفي 3 شهور، في سلع عندنا هتكفي لاخر السنة او كمان الربع الاول من السنة الجاية. فهنا ثقافة المواطن المستهلك مثلا بيفكر هي بتوفره لي كأمن غذائي، احنا بقى بنقول ان احنا هنوفره، لانه لو قعدنا طول الشهر ما عملناش اي حاجة بس اكلنا موجود احنا شعارين بالامان. فهنا بيحاول يوفر قدر المستطاع ما يكفيه الشهر بالكامل، لانه يعني شهر صيام. فهنا احنا يعني حسب دخله، ما هو دخله ايه؟ لو بيقبض بالشهر طبعا يكون افضل عنده انه يحط فلوسه، بما اننا بنقول اساسيات، يحط فلوسه في اللحوم، في الدواجن، في المكرونات، في لا انا اقصد يعني يعمل ميزانيه مثلا، هو مرتبه قبضه خلاص وعنده 4 أسابيع رمضان، يعمل ميزانية مثلا يشتري الأسبوع الأول ولما يخلص يدخل على التاني، ولا يشتري حاجة الشهر؟ خطة يعني حتى دلوقتي. الأصناف اللي ممكن أحيانا عندنا مشكلة بأنه بيكون في أكثر من صنف على نفس الطاولة وبنفس المائدة، فأحيانا يعني لازم يكون ممكن يخلص المرتب في الأسبوع الأولين أول 3 أيام. خليني أقول برضو يعني أول أسبوع ده أهم أسبوع، هو اللي بنفق عليه نسبة كبيرة جدا من استهلاك الشهر. ليه؟ لأن أنا ببقى داخل رمضان في فرحة معينة، رمضان في عزومات القرايب والأهل والأصدقاء، فبخلص كل حاجة في أول أسبوع، وبعد كده بنبتدي عادي بنتزن جدا خلاص وعدينا المرحلة دي، بنبتدي أكلنا يبقى بسيط، بنبتدي إن احنا بنشعر بالتخمة، بنبتدي إن احنا عايزين نعيش حياتنا العادية خلاص. يعني الشعور انه يعني اللي احنا بنعمله في رمضان ده خلاص بدا يهدى، بدانا ان احنا عايزين نعيش حياتنا. فاول اسبوع طبيعي جدا ان الناس مسرفه فيه، ولكن نصرف بدون افراط. يعني ايه؟ يعني انا كده كده بعمل وليمه، كده كده بعزم الاهل والاقرباء، المفروض ان انا اعزمهم، مش شرط احط لحوم ودواجن واسماك وحاجات ما تنفعش جدا ولا تليق بينا ان احنا كعرب وكمسلمين. يعني المفروض ان احنا بندعم الناس وبندعم الفقراء. ليه الصيام اتعمل؟ الصيام اتعمل عشان اشعر بالفقير، لكن لا، ده انا بزود حاجه الفقير. فقير طول اليوم ما بياكلش، انا باجي باكل بشراهه. فهنا يعني هو يعمل ميزانيه اول اسبوع وبعدين يقللها. المفروض هو اول اسبوع دوت لو في اسر كبيره، يعني بنتكلم طبعا مش يعني الزوج والزوجه اللي عندهم طفلين لسه في ابتدائي او لكن بنتكلم الاسره الكبيره، الجد والجده دايما متعودين يلموا اولادهم ويفرحوا بالشهر رمضان المعظم، وقد يكون انه ده هي العزومه الوحيده في الشهر كله اللي الولاد ممكن يشوفوا يعني جدهم وجدتهم، بياكلوا عندهم افضل حاجات وبياخدوا اكلهم وهم مروحين، فدي فرصه ان هم هيوفروا اكل يوم كمان. نعدي الأسبوع دوت، إحنا جبنا خلاص مخزون استراتيجي، اللي قادر يجيب الشهر كله جاب، واللي مش قادر يجيب الشهر كله جاب أسبوع. وبرضو بنقول حسب الدخل بتاعي بوفره إيه، مهمة قوي إن يكون عندي أكلي متوفر بأسعار كويسة جدا. ما بتديش هنا إن أنا أقول إنه لا أنا لازم أدخل الهايبر ده واشتري منه الأكل، وما دورش على البدائل. في بدائل دلوقتي أونلاين، بنتكلم للأسر اللي هي الحديثة العمر، يعني تقدر تمسك الموبايل في ايديها وتقدر تختار الحاجات بتاعتها باسعار رخيصه من اكتر من مكان، وبتجيلها لغايه البيت عندها. فالثقافه دي بقى تبتدي تشتغل ازاي اني انا اجيب من كل مكان الحاجات اللي بيتميز بيها واسعارها مخفضه، علشان اقدر ان انا اعمل السفره بتاعتي بشكل كويس جدا. التاجر، اسمح لي اقول حاجه، التاجر بيعمل ايه؟ التاجر يا بيبيع لك بسعر اعلى يا بيخفض لك الكميه. تعامل انت بقى في الميزانية دي انك خفض الكميات اللي محطوطة، حط كل الانواع اللي نفسك فيها تمام، بدون تبذير، بدون كميات اقل، ولكن قلل الكميات الموجودة على السفرة، بالتالي هتقلل الهدر. خد بعضك وانزل حط بواقي السفرة دي على الناس اللي يعني القاعدة بتاكل في الشارع او موائد الرحمن، هتتعب ان انت نازل توزع عليهم بنفسك، فهتقلل بذخك، فهتوفر لهم اللي هو الدعم النقدي مش الدعم العيني، لان الدعم العيني مش كل الناس هتحب الاكل اللي انا بحطه او فاهماه او فاهمة قيمته، لكن لما اديله فلوس، ودي اللي عملتها وزارة التموين، نقلت لك الشنط هنا، هي كانت ازمة في رفع الاسعار، فبالتالي عملت كروت، الكروت دي 20 50 100، تروح تشتري الكروت وتوزعها على
اللي أنت عايز أن أنت تدعمهم في شهر رمضان. أها دكتور، المساعدات الإنسانية ممكن على صعيد الأردن وفلسطين ومصر نشاهد موائد الرحمن اللي موجودة خاصة في شهر رمضان المبارك، مساعدات من أصحاب الأموال، ممكن موائد كبيرة ينفقوها، لكن اليوم هذا مو حل لمشكلة كبيرة تعاني من عندها البلدان العربية بصورة عامة. يعني ليش احنا نفكر فقط في وقت الأزمة في شهر رمضان في الأعياد في المناسبات بالفقير وما ممكن نفكر به طوال السنة؟ هل نحن مقصرين بإيجاد خطط خمسية عشرية من وقت النبي يوسف؟ هو من حلم بحلم معين، هناك 7 سنوات عجاف وسبع سنوات بها انفاق، فحاولوا يلمون الموضوع بطريقة معينة وتخطيط مناسب. هل نحن اليوم مقصرين في قضية التخطيط في خطوات إلى المستقبل لإيجاد حلول حتى نتخلص من غلاء الأسعار ونتخلص من جشع بعض أصحاب التجار والأموال اللي يحاولون يحتفظون ببعض المواد الغذائية وتغلى على المواطن والفرد البسيط؟ الله على كلامك. أول حاجة يعني فعلا حضرتك قلت صح، هو الإنذار المبكر ضد الأزمات، وده مهم جدا إن أنا أبقى عارف إن أنا عندي أزمة، وبالتالي إن أنا أبتدي أتحوط من الأزمة دي قبلها على مستوى الفرد وعلى مستوى تاجر التجزئة وعلى مستوى تاجر الجملة. وهنا لما بنقول برضو كان في عقوبات زي ما حضرتك أشرتي، العقوبات برضو بتبقى يعني من أول تاجر الجملة لغاية تاجر التجزئة بتختلف، ده عدد سنوات الحبس أعلى، ده الغرامة بتاعته أعلى وأقل. على مستوى الدولة بقى ككل، على مستوى بقى الوطن العربي، بما ان احنا بنتكلم كده واحنا الحمد لله بنمثل 4 دول، فمهم قوي ان احنا نقول ان التحول ده مهم جدا. ويعني مائدة الرحمن كانت كورونا كانت لغتها، لان دي فيها تجمعات ودي بتسبب انتشار الوباء، ولكن اعتقد ان هي هتكون مفتوحة دلوقتي مع صلاة التراويح في الجوامع والحاجات دي كله، هنحس بالشعائر الحمد لله الشهر رمضان المعظم. مهم قوي اني اتحوط، مهم قوي اني ازرع كل احتياجاتي عندي، مهم قوي ان السلع الوسيطه اللي انا بستوردها من بره وبستورد معاها التضخم اني ازرعها عندي، يكون في عندي اكتفاء ذاتي. عمليه التبادل ما بين الوطن العربي ان هي تتم بدون بوابات، بدون جمارك، بدون يعني، وده فعلا اللي احنا متوجهين اليه. فالحاجات دي كلها يعني زي ما انت قلت كده، 7 سنوات انعجاف وسبع سنوات ثمان سمان، فالثمان دول ان شاء الله نشوفهم ان شاء الله بانتهاء 2023 زي ما متوقع، انه اسعار النفط تبتدي تقل تاني وتوصل لاسعارها. اوبيك بلس هنا قالت انه اسعار النفط اللي موجوده اللي احنا بنشاهدها دي عقود مستقبليه، وبالتالي احنا بنثمن بالعقود المستقبليه وليس بالعقود الحاليه، فاحنا يعني بنحاول نعيش الازمه قبل وقتها يعني. صحيح. قبل اندلاعها. يعني نحن نتحدث عن واقع الآن، ويمكن كورونا كانت من أقصى الدروس. السنوات الماضية أتت كورونا في فترة رمضان وفي شهر رمضان المبارك، تهافت الآن الناس على الأسواق غير منطقي نوعا ما، وخصوصا في الأسابيع التي تسبق دائما كل شهر رمضان، ولكن خلال كورونا لم يكن هناك تهافت، كنا في بيوتنا، كان هناك ما كان في عزايم بنفس الوقت، فقدرنا نتجاوز هذا الشهر في أقل تكاليف، ووجدنا أنه عاداتنا قدرنا نتجاوزها وما أثر علينا هذا الموضوع. هذا دليل على أنه أغلب الأشياء اللي بنصرفها لها علاقة بالسلوكيات والعادات. صح. والنفسية والرفاهيات. يعني بصير يحس الواحد أنه لا أنا ليش ما أجيب زي جاري، أو بصير في ضغط نفسي، مظاهر هي قضية كبيرة من المظاهر فعلا، وهذا يعني متشابه ومشترك بين كل الدول. ولكن جزء كبير من حلقتنا لليوم هو لتوعية المواطن والمستهلك، ودور الإعلام دائما من خلال البرامج الوعي عند المواطن. هناك بعض البرامج لحماية المستهلك وغيرها، الموضوع الرقابية. برأيك ما دور الإعلام بشكل حقيقي لزيادة الوعي عند كل مواطن وكل مستهلك، سواء كان برمضان أو غير رمضان؟ هو الإعلام هو أهم وعي يعني للعالم كله، مش هقول للدولة اللي احنا بنمثلها تلفزيون الدولة، لا للعالم كله، لان كل الناس بتشوف البرنامج بتاع حضرتك، الوطن العربي بيشوفه، العالم كله بيشوفه، فده اهم وعي احنا محتاجينه الاعلاميين دلوقتي. الاعلام لما يتكلم معاهم ويقول لهم انت لو رشت انفاقك على السلع الغذائية، يعني كل علشان احنا عايشين، مش يعني احنا عايشين عشان ناكل ولا بناكل عشان نعيش، فانت عندك في حاجات تانية انت حارم نفسك منها وهي اسعارها لسه ما زادتش ولسه ما فيهاش تضخم، حاول يعني تتوجه اليها، اللي هو زي ما بنقول رفه عن نفسك، اخرج اشتري ملابس، الملابس اسعارها في انخفاض ما هياش في ارتفاع زي الغذاء،
فانت هنا مهم جدا ان انت تزود وعيك للادخار كمان، ان انا بدل ما انا يعني احنا كان في عندنا مثلا عشوائيات، ما بقتش عشوائيات، العشوائيات دي تحولت لمباني، ومباني فخمه جدا وفيها حدائق وفيها ملاعب. ليه انا مع يعني ما يبقاش عندي امل اني اعيش عيشه كريمة. افضل كريمه فيها رؤيه حلوه، مش شايف حواليا يعني عشوائيات وزحمه ومدن مش يعني الطلاء بتاعها غير لائق عشان اكل يعني في مصر. يعني احنا هذا الموضوع لمسناه من اول زياره ولليوم، احنا كل يوم عم نشوف شيء جديد في مصر، في تطور، في احساس بانه حتى المواطن المصري العادي يعني عم بيستفيد من بلده وعم بعطي لها وعم بيزداد انتمائه. وهذا الحكي زي ما قلنا احنا من البدايه، كل موضوع له علاقه في العادات والمظاهر. يعني بنرجع بناكد انه فكره الكورونا خلتنا واعيين على كثير من السلوكيات الخاطئه، بس احنا للاسف عم بقول كورونا وعم نرجع يعني عم نرجع على نفس السنه دي بسنه. هو انا عايز كأنه السيستم عم بعيد نفسه لما بنحكي عن هاي النقطه بالذات. كورونا مثلا ايه اللي حصل؟ المقله اللي بتبيع التسالي حصل فيها طوابير، يعني احنا بنقول تباعد اجتماعي، احنا سلوكياتنا لما بتيجي ازمه نتعلم من سلوكياتنا ايه الغلط اللي ما ينفعش اعمله. انا هذا يعني للاسف انا هاي النقطه اللي كنت احكيها انا وياكي، انه وكانه ذاكرتنا القريبه مؤقته. أيوة. يعني بتمحي كل شيء اول باول، بننسى على الرغم من انه الناس عاشت بشوي انتعاش اقتصادي في مرحله صحيح. الكورونا بسبب بالضبط البيوت ما كانش في صرف، تكاليف قليله. طيب احنا يعني بالكلام اللي احنا كده كلنا بنقوله كمان، خلينا نرجع برضو انه السوشيال ميديا مؤثره جدا. يعني السوشيال ميديا برضو في وقت لما بيبدا فيه، يعني كان فيه مشكله ايام السيارات واستيراد السيارات واللي بيدفعوا جزء كبير علشان ياخد العربيه، علشان يعني جزء كده غير لا يعني ده لصالح التاجر، لا مستفيد بيه المستهلك ولا مستفيده بيه الدوله. يعني التاجر بياخد فيه. طيب الهاشتاجات دي اللي هو ما تشتروش السيارات، ما تعملوش، يعني هل السوشيال ميديا هنا ممكن تكون مؤثرة جدا في مسألة غلاء الأسعار؟ على فكرة لو بنتكلم عن المجتمع العربي احنا 100 مليون مواطن، 100 مليون مواطن، يعني نقدر نأثر بشكل كبير جدا. لما اقول الأردن تقريبا في حدود 20 مليون، العراق 40 مليون، 10 مليون تقريبا، الأردن 10 مليون 200 حاجة زي كده، لكن احنا 100 مليون. فبالتالي السوشيال ميديا مؤثرة جدا جدا جدا. يعني نسب مستخدمين ما احنا تحولنا انا بشوف ان السوشيال ميديا مؤثره حتى لو كنا دوله مثلا سلبي وايجابي 5 6 مليون، هي مؤثره الاجماع طبعا، هي فكره الاجماع. ايوه بالظبط، وانك تقدر تجمع ناس على راي معين زي ما اتكلمنا في قضايا كتير جدا تم تناولها على السوشيال ميديا. وهنا حتى يعني الرئيس الجمهوريه اتكلم على السلعه اللي تغلى ما تشتريهاش، بتشتريها ليه؟ صح. انت لو بتعلي سعرها فكرة التعامل بوعي يعني صح. بهدوء وفي وعي. مش الفكره انه الواحد يكثر من الشراء طبعا. اذا دكتوره اللحوم غليت اتوجه للدواجن، الدواجن غليت اتوجه للاسماك، مش ضروري التزم بصنف واحد، مش ضروري التزم بصنف واحد لحد ما تستقر اسعار اذا دكتوره اليوم تتحدثون عن مواقع التواصل الاجتماعي، هذا السلاح ذو حدين حقيقه. أكيد. اليوم كنا نمشي وراء مواقع التواصل الاجتماعي واخذ الخبر كان حقيقي او غير حقيقي، وأكثر من مرة ردد بين نقول القنوات الرسمية للبلدان هي المصدر الحقيقي للمعلومة بأن أنت تأخذ ارتفاع السلع المعينة أو لا. اليوم أتحدث عن مؤتمرات عالمية، اليوم خلينا نجي على دور العالم. مؤتمرات عالمية عام 1996 المؤتمر الأول كان للحفاظ على الأمن الغذائي، هذه المؤتمرات نشاهدها حبر على ورق، لا دعمت الاقتصاد، لا حافظت بشكل كبير على المنتجات الوطنية، ما دعمت المواطن بشكل حقيقي. وين الخلل؟ نجتمع ونلتقي ولكن المخرجات لا تطبق. لابد ان الوطن العربي هنا هو اللي قادر ان هو يطبق. ما تجيليش اي مؤسسة دولية حتى هي مش هتعرف انا محتاجة ايه. انا اللي هعرف من جوايا انا محتاجة ايه. احنا واحنا قاعدين مع بعض لقينا مشاكلنا واحدة في جميع الدول العربية، مع اختلاف سعر العملة، مع اختلاف الناتج المحلي الإجمالي، مع اختلاف معدلات البطالة النمو. بنتكلم في معدل النمو في الأردن تقريبا 1.8 1.8 تمام، فاحنا بنتكلم ومعدلات التضخم وبالتالي زاد سعر الفايدة، فبنتكلم كل مشاكلنا تقريبا قريبة من بعض. يبقى لازم نجتمع. إذن أهل مكة أدرى بشعابها، المفروض يعني صحيح. ما نعتمد عليهم.
ما نعتمدش عليهم بالفعل ونبتدي ناخد قراراتنا مع بعض، نبتدي ان احنا كل دوله من الدول العربيه تقدر توفر المنتج ده. نتكلم رمضان ازمه ايه؟ ازمه تمور، ازمه يميش، كاننا مش هندخل شهر رمضان من غير ما ناكل مكسرات واسعارها بتغلى وبستوردها بنسب كبيره جدا وملايين الدولارات. ده مهم، احنا مش بنقول احنا مش هنحرم شعوبنا، ولكن الدول كلها علشان تنمو محتاجة ان هي تصنع وتنتج وتزرع بدل ما نجرف الاراضي الزراعية. صح. علشان نقدر نعتمد على نفسنا، يبقى عندنا اكتفاء ذاتي، مش اكتفاء ذاتي كدولة، اكتفاء ذاتي كوطن عربي. صح. علشان لو احنا وطن عربي واحد بيسند الثاني. ايوه بالظبط. من خلال كل الدول. صحيح، ولكن كمان احنا شوي بنكون واقعيين عشان ما نكون ضد التاجر احيانا، لانه احنا دائما مشاعرنا مع المستهلك، ولكن حتى التاجر في قيود احيانا عليه بشكل او باخر. كيف ممكن يكون في هناك توازن بالرضا عند المستهلك وعند التاجر ايضا، ونتجاوز كل الازمات اللي عم بتكون؟ تحدث احمد عن الامن الغذائي وهو موضوع اساسي. صح. موضوع الزراعه، انه ازرع ارضك عشان انت تقدر ما تحتاج، حتى دولتك ما تحتاج ايضا. احنا بنقول انه التاجر لو احتكر انا باخده وبسجنه، لو كان تاجر جمله 5 سنين، من سنه لخمس سنين بغرمه 2 مليون جنيه بحد الاقصى، او السلع اللي احتكرها، ما قيمه السلع اللي احتكرها ايهما اعلى، وبعدين ببتدي بنزل يعني اقل منه لتاجر التجزئه وخلافه. فانا هنا يعني باخد حقي من التاجر الجشع، التاجر فقط. المستغل. نعم. تمام، المستغل. لكن انا دلوقتي لازم اوعي المستهلك انه في هامش ربح، هو محتاج يحقق هامش الربح ده، لان هو في الاخر مستهلك. ما هو التاجر بيقول لك انا مستهلك، فانت يعني انا ببيع سلعه واحده وليكن غذاء، لكن انا بحتاج سلع تانية زي مواد بناء اللي هي برضو على صعيد الاخر غليت، انا محتاج اشتري عقار وبالتالي اكيد سعره هيزيد لان سعر مواد البناء زادت. فبالتالي احنا هنا لازم نوعي ان المستهلك والمنتج هو نسيج واحد، والمنتج ده في الاخر هو اللي بيحقق لي الناتج المحلي الاجمالي بتاع الدوله في اجمالهم، في كل المنتجين اللي في الدوله بيحققوا لي الناتج ده، بيحققوا لي معدلات النمو دي. فما ينفعش ان انا برضو اخلي المنتج يبيع بضاعه بمليون جنيه تمام ويشتري بضاعة تانية بالمليون جنيه دي أقل بنسبة 75% منها. ليه؟ لأن بنقول إن الزيادة الفعلية من 10% لغاية 25%. نتكلم عن الشوادر اللي معمولة اللي هي تبع الدول، تبع الدولة مثلا سواء مصر أو فلسطين أو العراق، بنتكلم بالذات في مصر 65% بتوصل خصم 65%. خصم 65% من إيه؟ من سعرها بعد الزيادة. تمام، احنا بنتكلم ان الاسعار زادت من 10% ل 25%، وبعض السلع غير متوفره في الهايبر الكبير. لكن متوفره فين؟ متوفره في يعني المنافذ اللي احنا قلنا عليها على مستوى المحافظات كلها، بقدر ان انا اشتريها باسعار مدعمه. طيب هنا الدوله بتتحمل جزء، بتتحمل جزء ازاي؟ بتتحمل جزء عن طريق حاجه اسمها الاقتصاد التشاركي. هي الدوله مش هتقدر تشيل العبء لوحدها. هنا التاجر الكبير بقى اللي هو رجل الأعمال هو بيتحمل وبيتكفل مع الدولة، هو ده الاقتصاد التشاركي. منظمات المجتمع المدني هي كمان بتتشارك مع الدولة. فهنا بنتكلم على نمو احتوائي، قدرت ان انا احتوي الوطن بتاعي. وديش لا يعني هذا الموضوع جميل لو بنطبقه كمان بين بلداننا العربية. طبعاً. يعني انا بتذكر زمان كنا نحكي او اجت فترة حكينا عن هذا الموضوع، شافكي إذا بتذكري في بداية الحلقات، موضوع المقايضة والعونة. يعني زمان كانت الناس تشتري أنا سلعة أكون أنا مالكتها، أنت عندك سلعة أنا بدي إياها، فإحنا نقايض بعض. أيوة. ما كان في عملة بهذا الشكل، ما كان في مغالاة. أيوة. ما كان أنا عندي حاجة من الأكل، أنت مزارعة، أنت مثلاً بتدرزي أو بتخيطي الملابس، أنا بأخذ إشي من عندك. قديش هاي الحالة يعني كانت جميلة لو ممكن نطبقها اليوم بشكل أوسع وأجمل وما يتناسب مع عصرنا. يعني حالياً إحنا ما نمتلكش القدرة دي إن إحنا نتبادل، هنا في نفط، هنا في قمح، خد القمح واديني النفط. لو ممكن فقط بالوطن العربي، هي ممكن تبقى تعاقدات داخلية. صحيح. ما بين رؤساء الدول العربية، وده اللي بدأ يحصل. إحنا شايفين إن إحنا الأحداث الجريعة علمت الوطن العربي إن هو يبتدي ياخد قرارات مجتمعة.
اكيد هتيجي دول تانية هتحاول تفرق ما بين الرؤساء دي ما بين الدول دي، لكن هنا بنتكلم انه في الاخر الوطن العربي اغلبه بيبقى على كلمة واحدة في اي ازمة، بيبقى على رأي واحد في اي ازمة، ودي بداية ان احنا يعني نقدر ان احنا نحدد احنا هنتصرف ازاي سواء على المقايدة او غير المقايدة. وطبعا ده احنا شفناه في العملات، يعني احنا لما بنبقى محددين بعملة معينة بنحول عملة وطننا للعملة دي وبنربط بيها شراءنا من الخارج، لو حصلت اي مشكلة انا لو عندي اي جنيه بره مقوم بالدولار مثلا انا ممكن ما اقدرش اخده، اتمنع من نظام سوافت وخلافه وخلافه، وبالتالي انا عملتي يعني واغلب الاحتياطي بتاع الدول بالدولار مثلا بيبقى بنسبته 70% وبعديها العملات الاخرى وبعديها الذهب. فهنا بنتكلم انه يا ريت نوصل للحلم الجميل اللي حضرتك بتحلمي بيه. طيب يعني قبل يعني عشان قبل الختام يعني هذه الحلقه المهمه في بيت للكل، ويعني كمان هناك اقتصاد موازي بمعنى ايه، وده اكيد موجود في كل دولنا العربيه، هي فكره دلوقتي الناس اللي بتشتري اونلاين. صحيح. يعني انت طول الوقت بتلاقي دلوقتي في شركات صغيره او افراد او بيقدموا سلع وبيبيعوها اونلاين وانت بتقدري تحصلي عليها، مصانع كده صغيره بتعمل منتجات مش بالكواليتي ولا المواصفات ولا الحاجات اللي الدوله بتحط لها معايير. الاقتصاد الموازي ده ازاي الدولة بقى بتتعامل معاه، لان هو كمان موجود وبيؤثر احيانا، هو بيقرا السوق عامل ازاي فينزل شوية وينزل كمان بالنوعية، ازاي المستهلك بقى يتعامل مع النوع ده؟ هو الاقتصاد الموازي كان سبب في نمو بعض الدول، لاني انا ابتدي ثقافة ان انا من مستهلك لمنتج، ده في حد ذاتها خطوة ايجابية، ولو كان ده حاجة احنا عايزين يعني نقضي عليها تماما كنا قادين عليها. لكن القانون اللي بينص فيه على احتواء الاقتصاد الموازي او اقتصاد الظل ده موجود ليه؟ لانه انا ده هيزود لي الناتج المحلي الاجمالي، فانا بالتالي بحط قوانين مشرعة ازاي اكتذبه مش ازاي اقتلعه. فهنا دي انا يعني لانه هو عامل زي المشروعات الصغيره، مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر، وقد تكون منها بعضها متوسطه. هنا مشكلتها بالنسبه للمستهلك ايه؟ انه انا قد تكون الجوده عندي سيئه جدا، المواصفات عندي سيئه جدا، وقد تكون عاليه، ولكن هو التاجر ده متهرب ما بيدفعش للدوله التزاماته ولازم يدفع للدوله التزاماته. هنا وزاره التخطيط دكتوره هاله قالت ايه؟ قالت انه نسبهم وصلت ل 25%. يعني هنا تقلص حجم الاقتصاد الموازي في مصر مثلا بنسبه كبيره جدا، طبعا عدى علينا جائحه كورونا فهي قلصت الاستثمار اللي هو الحقيقي واخذت معاها الاقتصاد الموازي، ودي كانت فرصه ان احنا نقلل الاقتصاد الموازي والعماله الموازيه اللي موجوده في اقتصاد حقيقي ولكن بدون اوراق بدون تامينات. فبالتالي ان احنا هنحاول نقنن ده، وحطينا لهم منهم اللي بيتكسب، حطينا لهم شرايح اللي بيتكسب تحت ال 250,000 مليون وكذا، فوصلنا يعني 1% بنتكلم معاهم. لكن المبيعات على الانترنت دي قصة تانية خالص، وفي نفس الوقت برضو لو أنا فرد وبقوم باسمي أنا هدفع للدولة 10% مقابل أني هقدم الضرائب بتاعتي ومقابل أني هيبقى لي سجل تجاري، يعني أقدر أتعامل مع فكرة الضم دي الاقتصاد الموازي أو السوشيال ميديا الموجودين الانترنت والمواقع اللي بتشتغل جوه البلد وبتتربح وما بتدفعش اللي عليها للدولة. إيه؟ هو بيتحط له كيان، هو بيقدر يدخل في الشمول المالي، بيقدر ياخد قروض، هو بيستفيد من كل معايير الدوله ولكن ما بيدفعش اللي عليه. هو ما بيستفيدش، هو ما بيستفيدش لان فلوسه تحت البلاطه، فلوسه ما احنا بنقول مصانع بيرسل. لا، بيستفيد من الخدمات بتاعت الدوله. طبعا بيستفيد من الخدمات كمستهلك، لكن هنا كمنتج هو ما بياخدش اقراض، ما بياخدش فلوس من الدوله بسعر مخفض، رغم ان في تمويل المشاريع الصغيره والمتوسطه. طبعا والبنوك بتقدمها. جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه بتقدم ده، فهم ما بيستفيدش من كل يعني المحفزات اللي الدوله حطاها. لكن وقت ان هو بقى انضم للاقتصاد الحقيقي سواء كان مبيعات على الانترنت او كان اقتصاد موازي مصانع بير السلم وخلافه، هو استفاد انه عنده سجل تجاري، بيعرف يتعامل مع بنوك، بيعرف يتعامل مع اشخاص. طبعا. يعرف يتعامل مع شركات، لو حابب ان هو يمضي عقود مع شركات بيقول له لا انا مش هتعامل معاك بصفتك كفرد، ازاي هتعامل معاك؟ لكن صحيح. دلوقتي هو عنده ما يثبت ان هو
معتمد. دكتورة، إذن الحديث مشترك بين كل بلداننا العربية، هذا وجه التشابه بين الفرد المستهلك والتاجر نفسه والمستورد والمصنع، وكل هذه الأمور هي مشكلات تعاني من عندها الأردن وفلسطين والعراق ومصر، هي هموم واحدة بالنسبة للفرد والمواطن العراقي العربي بصورة عامة. خلينا في نهاية هذا اللقاء، شنو النصائح المهمة اللي نوجهها خلال شهر رمضان المبارك لكل عائلة عربية تتابع برنامج بيت للكل، تكون مسج وملخص هذا الحديث؟ عيش في حالة مرفهة أكتر، ما تعيش عيش كمستهلك ولكن مستهلك رشيد. طبعا احنا ما بنقدرش نوصل للرشادة، ولكن استمتع بالحياة. الحياة مش موجودة عشان ناكل ونشرب، الحياة موجودة عشان نقابل أصحابنا وحبايبنا ونخرج ونعيش في مكان نظيف وحلو في مساحات زراعية كويسة مش في عشوائيات، والمهم الأكل والشرب. دي الثقافة اللي لازم نغيرها للمواطن العربي بصفة عامة، اللي بيصرف أغلب يعني دخله على المواد الغذائية. اتمتع بالدنيا، لأن مهما عدى الموسم، موسم العيد ملابس للأولاد تبتدي تعلى أسعار الملابس، طب ما أنا اشتريها في out of season، يعني اشتريها برا الموسم، هقدر اشتري الحاجة اللي أنا عايزها من الملابس للموسم ده. نفس القصة رمضان، اشتريها برضو برا السيزون علشان تقدر ان انت توفر ده بسعر. ازاي تبقى يعني شبه رشيد؟ ازاي تفكر انك تمتع نفسك بدل ما انت دافن نفسك في يعني صحيح. الغذاء حيسوي دايت بدون اكل ويبتعد عن هرمون السعاده، اللي بعض الناس يقول ان هرمون السعاده يجي بس بالاكل. بس بالاكل ده الراجل بس اقرب طريق لإله. المهم فاضل يعني ساعات بسيطه، هتفطروا ايه في اول يوم رمضان؟ يعني حاجات كتير حلوه، يا اخضر يا ابيض. ما بعرف، هي في عاده في كل دوله، اذا مثلا عاده المنسف عندنا في اول يوم منسف. او ششبرك عاده، فكره انه يا اخضر يا ابيض، انه يا اشي مع لبن يا اشي من الاخضر، عشان نبلش رمضان بخير. بس حلو اخضر مع ابيض. يمكن اغير رايي، يمكن اغير رايي ويكون اول وجبه اول وجبه كشري مثلا. انتوا شنو عندكم شافتي حراحه الوجبه الاساسيه؟ الصباع ده حاجات كتير قوي. لا وجبه اساسيه وخشب وزبيب وكنافه وقطايف وحلويات قوي، جانبيه محشي وحمام وبط وفراخ ولحمه، وبنقول للناس رشيد. هذا كل الكلام ضد الاستهلاك، لان احنا اكثر مستهلك. ما تسمعونا الاهم شيء، ما تسمعوش اخر لنا في كده. نعم، يعني احنا كنا سعيدين جدا. دكتوره ما عرفتش هتفطر ايه اليوم؟ دكتوره ايش او فطورك بكره؟ كل هذا يعني محرومه منه ورق عنب مثلا؟ لا قلت لك في محاشي. كانت صعبه، هي هتكون عزيمه يعني نوعا ما. انا هتعزم عندكم عشان يا ريت. اهلا فينا والله، كل اهلا وسهلا. يعني احنا سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم، ان شاء الله نكون فدنا كل المستهلكين. احنا جزء من المجتمع اللي عم نستهلك ايضا، سواء بمصر سواء بالعراق سواء بفلسطين. فيعني حلقه هيك رمضانيه نوعا ما، فيها نوع من الريحه الرمضانيه خلينا نحكي، ولكن ان شاء الله انه يكون في وعي ومسؤوليه، سواء كان من التاجر من المستهلك، وايضا الدوله تكون على وعي في مراقبه كل هذه الأمور. شكرا على وجودك معنا لليوم، ويعني إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم من بيت للكل. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة رمضان، وينعاد عليكم دائما بالصحة والعافية يا رب.